هنا القاهرة عاصمة الخبر، وهذه جولة جديدة من المشرق العربي سنسلط فيها الضوء على التطورات في الأراضي الفلسطينية، وسنستعرض الأوضاع في الشمال السوري، ونتوقف عند العلاقات العراقية الكويتية. أهلا بكم في المشرق العربي. البداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل إسرائيلي وأصيب 18 آخرون بينهم 3 في حالة خطيرة، وذلك إثر انفجارين وقعا قرب محطة حافلات عند مدخل مدينة القدس المحتلة، وذلك وآخر أيضا بمستوطنة بين القدس ورام الله. في غضون ذلك، شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الانفجار، ونشرت عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس، كما نصبت الحواجز وأغلقت المداخل الرئيسة المؤدية إلى المدينة. هذا وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عقد اجتماعا أمنيا مع قادة الجيش والشرطة والأمن العام لتقييم الوضع. شيع الفلسطينيون في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد الطفل أحمد شحادة إلى مثواه الأخير، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الطفل شحادة متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في القلب وإصابة 32 آخرين، وذلك جراء مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال مقام يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة تمهيدا لاقتحامات المستوطنين. والشاهد حبيب الله، دم الشاهد نيالي، يا ريت دمي بدلي، وإلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سعي بلاده إلى حل العديد من الملفات مع دولة الكويت وفق ما يدعم المصالح المشتركة، بينما أشار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى حرص بلاده على دعم استقرار العراق وازدهاره. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى دولة الكويت يترأس وفدا حكوميا ضم وزيري الخارجية فؤاد حسين والصناعة خالد بتال ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البصرة أسعد العيداني. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة العراقية بغداد الأستاذ باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي. أسعد الله أوقاتك أستاذ باسل. إذن جولة مستمرة لرئيس الحكومة الشياع اليوم يزور الكويت، هذه الجولة فيها طرح للعديد من الملفات من أجل مصلحة العراق، كيف تراها اليوم في الكويت؟ بالبداية تحية طيبة لكم ولقناة الموقرة وللسادة المشاهدين. سيدتي العزيزة، إن هذه الجولة التي يقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء العراق بأحوج الظروف إليها، والعراق اليوم بحاجة أن تتضافر الجهود وتقف دول الجوار مع العراق حتى ينهض العراق، لكون اليوم العراق بأنه بصراحة لم يتقدم إلى الأمام على مدى 20 عام وهو يراوح بمكانه. فهذه الزيارة إلى دولة الكويت هي تعتبر زيارة نتوقع منها بأن نحصل ثمارها، ولا وبكل صراحة نرى بأن نوايا دول الجوار هي مع العراق، لكن هل العراق سوف يستثمر هذه الزيارات
بما يصب بخدمة العراق ومصالح العراق، لكون العراق بأنه كان على عزلة على مدى سنوات طويلة بسبب التدخلات السياسية، بسبب تدخلات الأحزاب والمزاج لدى الأحزاب الذي جعل العراق يبتعد عن هذه الدول. لكن هذه الدول فاتحة ذراعيها إلى بغداد وترحب ببغداد وبكل هذه الزيارات. طيب اليوم عندما نلاحظ هل العراق اليوم في زياراته المتكررة للبيت العربي ومحاولة احتواء البيت العربي للعراق من جديد هي حماية له من موضوع سياسات المحاور والتدخلات الخارجية التي كانت مستمرة على مدى عقود مع الأسف؟ هل يمكن أن تكون خطوة نحو الحماية للعراق بعودته إلى البيت العربي؟ أم أنها عبارة عن زيارات دبلوماسية؟ لا سيدتي العزيزة، أن نتحدث بأنه الحماية والمحاور والصراعات التي تحدث في داخل العراق، فالعراق هو الذي من الممكن بأنه أن يبعد هذه الصراعات ولا يسمح لأي دولة بأن تجعل العراق عبارة عن حلب الصراعات. ومن الممكن بأن العراق بأنه يفتح أبوابه على كل الدول وتبقى تلك الصراعات. اليوم هذه الدول العربية بأنها نوعا ما بأن نقول بأن هي التي تتهم العراق بأن الذي جعل الساحة هي عبارة عن حلب الصراعات. من خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء يريد أن ينقل رسالة اطمئنان بأن العراق لا يمكن أن يكون عبارة عن حلب الصراعات، ولا يمكن للعراق بأنه أن يكون هو نقطة انطلاق أو قاعدة تهديد إلى دول الجوار، لكون اليوم دول الجوار تبحث عن رسالة اطمئنان. اليوم نلاحظ بأنه التدخلات الإيرانية والقصف الإيراني وما يحدث من قبل الجانب الإيراني هو مرفوض جملة وتفصيلا لدى دول الجوار وبالخصوص المحور العربي. طيب سيد باسل، من الذي يعطي اليوم اطمئنان لمن؟ هل العراق قادر اليوم أن يعطي اطمئنان لجيرانه العرب من هذه التدخلات؟ أم أنه بحاجة إلى الطمأنة أيضا العربية؟ تفضل. هذه نقطة جوهرية. مسألة من الذي يعطي الاطمئنان، القوى السياسية في داخل العراق أو صاحب القرار، إذا بأنه يبتعد عن الولاءات وينزع جبة الولاء إلى هذه الدولة وتلك الدولة، من الممكن أن يعطي رسالة اطمئنان إلى كل دول الجوار. ولكن هل صاحب القرار في داخل العراق لديه استقلالية حتى يتخذ قرارات ويعطي رسالة الاطمئنان إلى هذه الدول؟ هل صاحب القرار في داخل العراق يمتلك الإمكانية والمؤهلات بأنه ينقل رسالة اطمئنان بأن سياستنا ومنهاجنا هو حفظ سيادة البلد وسيادة دول الجوار؟ بهذه المسألة إن تحققت من الممكن أن ينقل رسالة اطمئنان. لكن إذا بقينا نتعامل نفس سياسات الحكومات السابقة، فبمعنى لا يمكن أن ننقل أي رسالة اطمئنان إلى هذه دول الجوار. طيب، حتى لو تم هنالك الزيارات الشيء بالشيء يذكر. سيدتي العزيزة، نحن عندما نقول بأن الدولة الحقيقية بحاجة إلى رجال دولة، اليوم جمهورية مصر العربية تضرب بها الأمثال بالإعمار والبناء والاستقرار وتنقل رسالة اطمئنان إلى كل دول الجوار. هذا لم يحدث من فراغ، هذا حدث عندما تم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. طيب، وتم اختيار رجل الدولة أمثال السيد السيسي. نعم، والكادر. نعم، الذي يعمل. طيب، بالحديث عن الشخص المناسب والمكان المناسب، وهل المفروض الأفرقاء يجلسون على طاولة واحدة وهل سيجري حديث داخلي في العراق؟ أود التعقيب سريعا على ما ورد من تأكيد للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد رئيس إقليم كردستان العراق جيرفان بارزاني بأنه ضروري تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار البلاد وسيادته، وشدد على أهمية اعتماد الحوار بشأن الملفات بين بغداد وأربيل. يقال اليوم أن أربيل تحاول زج العراق في أتون متاهات هي بغنى عنه بمحيطها الإقليمي والعربي، ما رأيك؟
لا، هذه مسألة غير صحيحة. أقليم تحاول دوما وتكرارا بأن يكون لك استقرار، لكون دوما وتكرارا تبحث على مصالح أبناء جلدتهم وأبناء شعبهم من أجل الإعمار والبناء وإلى آخره. إن نتحدث عن الحوار وعن الجلوس على طاولة الحوار، هذه أصبحت من الصعوبة بهذه الوجوه نفسها المتواجدة، لكون هنالك فقدان ثقة بين القوى السياسية. اليوم البيت السني، البيت الكردي، البيت الشيعي، كلاهما لا يوجد هنالك الثقة فيما بينهم. كل طرف يريد أضعاف الطرف الآخر، بحيث وصلنا إلى مرحلة، وصلنا إلى فقدان الثقة في داخل البيت الواحد. طيب، وجنابكم من أجل عود، وعذرني للمقاطعة، عذرني المقاطعة مرة أخرى، من أجل أيضا البيت الواحد، قالت الرئاسة العراقية ببيانها أنه تمت مناقشة العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتأكيد على تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار العراق وسيادته. أما فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش الإرهابية، فذكر البيان أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب وتكثيف منابعه، بما يحفظ حياة المواطنين ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية. إذن يعني أمام محكات ليست بالقليلة، سواء كان ناحية الأمنية، سواء كان بعلاقاتها العربية بحسن الجوار، والجلوس اليوم بين جميع الأطراف على طاولة الحوار. بالأمس كان هنالك لقاء ما بين رئيس الحكومة وما بين برزاني، واليوم اللقاء مع رئيس البلاد والبرزاني. التحرك اليوم يعني يستلزم كل هذه الجدية، أم أننا نعود إلى حراك بسيط من أجل الإعلام ومن ثم سيعود إلى أرض الواقع كما كان بين الأفرقاء الثلاث المكونات العراقية؟ إن نتحدث بصراحة من جامل سيدتي العزيزة، إن نتحدث بكل صراحة وبواقعية، كل هذه الحوارات واللقاءات والتصريحات هذه لم تترجم على أرض الواقع، مجرد أمام الرأي العام وأمام الإعلام. ما دام لا يوجد هنالك جدية في القرارات والجدية بأنه أن نبدأ بنقطة انطلاق، من الصعوبة تتحقق كل هذه المسائل. هذا جانب. قبل قليل ذكرت جنابكم تعليق صغير حول مسألة بأنه سيادة البلد والتدخلات وإلى آخره. هل العراق اليوم أو القوى السياسية تمتلك القرار الحقيقي بأن تقف إيران عند حدها وعدم بأن تعيد أو تكرر القصف في داخل الأراضي العراقية وتستباح الأراضي العراقية وهنالك انتهاك إلى سيادة البلد؟ هذه من الصعوبة. لحد هذه اللحظة لم نرى هنالك موقف بالمستوى المطلوب اتجاه هذه المسائل، لم نرى هنالك تصريحات بالمستوى المطلوب. طيب، في اليوم الذي نرى كل القوى السياسية عندما يتعرض البلد إلى أي هجمة من هذه الدولة وتلك الدولة، كلهم بخطاب موحد بأنهم يرفضون هذه الانتهاكات وهذه ما يحدث من هذه الدولة وتلك الدولة، في ذلك اليوم. طيب، أريد أن أختم معك سيد باسل، أريد أن أختم معك، ما الذي سيدفع هذه القوى والأفرقاء السياسيين والوضع البلاد على المحك مع الأسف، وهو أسوأ من بعض الدول العربية سياسيا، اقتصاديا، أمنيا، بالبنية التحتية، بالظروف المعيشية؟ ما الذي سيدفعهم إلى أن يستشعروا المحك الفعلي وأن يكون هنالك خطوات ما بين هؤلاء الأفرقاء؟ لا يوجد أي مسألة من الممكن أن تغير بمنهاج وسياسة القوى السياسية، لكون ثقافتهم هي نفسها على مدى 20 عام لم تتغير، والعراق تعرض إلى نكبات وإلى مطبات كثيرة ولم تتغير سياسة هذه القوى السياسية. سيدة العزيزة، يجب أن تتغير سياسة القوى الإقليمية والدولية. أريد أن أختم معك بهذا، شكرا. سيد باسل بتعقيب، هل تتغير القوى السياسية الإقليمية والدولية؟ وبهذا نذهب إلى تغير بالقوى السياسية العراقية. من المستحيل، إذا لم نغير من الداخل لا يمكن أن ننطلق إلى الخارج. الدول الإقليمية تلاحظ بأن العراق
فيما بينهم صراعات، فكيف سوف ننطلق إلى خارج البلد؟ شكرا جزيلا سيد باسل كاظمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، واعذرني دائما ضيق الوقت. ما زلنا في العراق هذه المرة اقتصاديا، إذا أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب أن البنك واجه العديد من التحديات المالية، ومشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حركت عجلة الاقتصاد. جاء ذلك خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، حيث أكد محافظ البنك المركزي العراقي إلى اهتمام كبير في تطوير القطاع المصرفي في البلد ومواكبته للتطورات التي يشهدها عالميا. وأيضا في العراق تم رفع التجاوزات في مدينة الحيرة الأثرية القديمة، والتي تمثلت في بناء مساكن وتجاوزات أخرى مختلفة. صرح علي شلغم مدير دائرة التحريات والتنقيبات الأثرية إلى أن هيئة الآثار ماضية في متابعة التجاوزات عن المواقع الأثرية في بغداد والمحافظات، والعمل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رفع التجاوزات التي باتت تشكل قلقا كبيرا، كونها تؤثر على المواقع الأثرية وتؤدي إلى تخريب المسارات الحقيقية لعمل البعثات التنقيبية. كما التقى وزير الثقافة العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني نظيرته الإماراتية نور الكعبي على هامش أعمال المنتدى الدولي التاسع لتحالف الحضارات، وذلك من أجل البحث في آليات التعاون الثقافي وسبل إعادة إعمار المناطق الأثرية. وقد أسفر الاجتماع عن وضع خطط مع وزارة الثقافة الإماراتية لإعادة إعمار المناطق الأثرية والتراثية، والتي من أبرزها جامع النبي يونس والسور الأثري لمدينة الموصل. وننتقل إلى الملف السوري، وبالتحديد في شماله، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل العمليات الجوية في شمال سوريا. وأضاف أردوغان في كلمة له أن العملية التي تقوم بها بلاده عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية ليست سوى تمهيد لعملية عسكرية برية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، سيتم إطلاقها في الوقت المناسب على حد تعبيره. دعا أردوغان الحكومات في العراق وسوريا إلى عدم الانزعاج من العمليات العسكرية التركية، ومؤكدا أنها تهدف لحماية وحدة الأراضي السورية والعراقية. من جانبها، أكد المبعوث الروسي لمباحثات أستانا ألكسندر لافرنتيف أن موسكو تعمل على إقناع تركيا لعدم القيام بعملية عسكرية برية في شمال سوريا، وذلك نظرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد، مبينا أن بلاده ترغب في التقارب التركي السوري. يتطلب الأمر التنسيق المستقبلي للأفعال بين روسيا الاتحادية وتركيا، وهذا ما يجري بالفعل، ولكن أحيانا نرى أن هذه الجهود يمكن أن تخضع لبعض المشاكل والأعطال، ولكننا نأمل أنه بالتدريج سنكون شهودا على التقارب السوري التركي، وهذا ضروري لأن هاتان الدولتان جارتين وعليهما أن تعيشان بجو من الصداقة والود، وآثار والإشارات التي نملكها في هذا المجال سواء من الجانب التركي أو الجانب السوري لاتخاذ خطوات محددة لهذا التقارب، أظن أن هذه الخطوات في الطريق الصحيح وسوف تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث الفاجعة لمقتل المدنيين. وشكرا. وكانت كل من روسيا وتركيا وإيران أكدت ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالشمال السوري. أكدت الدول الثلاث في بيان عقب المحادثات في أستانا بشأن سوريا ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال البلاد. كما استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام.
ونبقى في الشأن السوري، حيث أدرجت مديرية الزراعة بالحسكة في خطتها الزراعية الخاصة بمحاصيل البقوليات الغذائية للموسم الحالي مساحة تبلغ نحو 94 ألف هكتار ضمن المساحات المروية في مختلف مناطق المحافظة. ذكر مدير دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس جلال بلال أنه تم تخصيص مساحة جيدة وكافية من هذه المحاصيل التي تعتمد عليها المحافظة في تأمين مختلف المواد الغذائية الخاصة للمواطنين. وتنطلق اليوم فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية والتي تحمل هذا العام شعار تراث وإبداع. تستمر الفعاليات حتى 26 من الشهر الجاري في عدة محافظات سورية، متضمنة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى تكريم عدد من رموز الثقافة والفن السوريين. ونذهب إلى الأردن، حيث تابع الملك عبد الله الثاني التمرين التعبوي المشترك الحصن المنيع الذي نفذته قيادة الحرس الملكي الخاص ولواء الملك الحسين بن علي في أحد ميادين التدريب المخصصة. استمع الملك عبد الله إلى إيجاز حول التمرين الذي بني على فرضيات تحاكي قتالا في المناطق المبنية ومعالجة الأهداف والتعامل معها حسب السيناريوهات المحتملة والمشابهة، وأيضا التدريب على أمن وحماية الشخصيات. كما أشاد الملك بالمستوى المتميز للمشاركين في التمرين وباحترافيتهم العالية، معربا عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية. وأيضا بحث ملك الأردن عبد الله الثاني مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات تعزيزها في مختلف المجالات. ثمن الملك عبد الله دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي للمملكة، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. تطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة من المشرق العربي. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. شاكرين طيب متابعتكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر.